دلوقتي اللحظة الأخيرة في المسرحية، حضرتك هتطلع على المسرح وتقول للناس حاجة من قلبك بصدق، بدون أقنعة، بدون افتعال. حضرتك اللي هتقرر عايز تقول إيه للناس وهتقوله على المسرح. ماشي. الجمهور العظيم، الجميل، الطيب، الحنون، القاسي، المجهد، المحق، المبطل أحياناً، أنا من غيركم ولا حاجة، وإنتم كمان من غير ممثل أو مؤدي أعتقد مش هتلاقوا حاجة عشان تتفرجوا عليها. أنا وإنتم بنكمل بعض، أنا وإنتم بنغزل مع بعض خيوط حدوتة. حدوتة لازم انتوا نتفق عليها، ان لو هي خيال هتصدقوها، ولو هي واقع هتفهموها وهتحسوها. واحيانا انا كممثل بطلع قدامكم عشان اعمل مشهد، اعتبروا اللي انا فيه دلوقتي مشهد، بل اصدق مشهد ممكن اعمله في حياتي، واصدق كلمة ممكن اقولها من قلبي ليكم ان انا بحبكم وفي نفس الوقت زعلان منكم، عشان بتختاروا ذوق تاني غير الذوق اللي أنا وإنتم اتربينا عليه. نرجع تاني نختار تاني من أول وجديد تاني، اختاروا ذوق تاني عشان علاء مرسي يرجع ليكم تاني. عن إذنكم، شكراً.